السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسين. راح ندير لكم فيديو إن شاء الله الثالث على الراتب تاع قائد الرافعة. أنا كنت نقول ثمن وصحح لي واحد الصديق بارك الله فيه، قال لي قول الراتب ما تقولش ثمن، والراتب الشهري. مثال إحنا في الدولة تاعنا عندنا راتب شهري، وكاين في دول أوروبية ولا الخليج يعملوا بالساعة، كاين اللي يعملوا بالساعة. المهم يا بناش، إحنا ديك التفاصيل إحنا ما نعرفوهاش. يجب ان مثال الناس اللي راه تسمع هذه الفيديوهات، كما مثال واحد من السعوديه بارك الله فيه، اظنه يعمل في السعوديه، دانا كل الاثمان، جاب لنا كل الاثمان تاع قاعد الرافعه. نحاول ان شاء الله، لقيت استجابه كثيره من العمال، يعلقوا المتتبعين يعلقوا كثير على هذا الموضوع. نتمنى كان شي واحد يسمع في هذا الموضوع مثل من العراق ولا من ليبيا. بالمناسبه اخ واحد صديق واخ ومتتبع من ليبيا قال لي لماذا لم تذكر ليبيا؟ راه ما شاء الله بلدان ياسر، هو يعني عارفوا لماذا قليلا لم تذكر ليبيا، هو قصده بجانبه ونسيتها. اسمح لي اخي، وانت راك الان درك في ليبيا، انت تجيب لنا المعلومات. مثال قولوا احنا كم ياخذ الراتب الشهري او بالساعه، من الاحسن انك تقولها مثال بالدينار الليبي، ثم من بعد تقولها بالاورو او بالدولار، لكي الناس تجعل مقارنه بينهم بين. كذلك واحد قال لي في تركيا، كم انا ما استطعتش نجيب لكم هذه الاجوبه، نجيب لكم الاجوبه العمال اللي راهم يعملوا تم في ذاك المكان. انا استطع نجيب لكم في الدوله تاعنا، قلت لكم كاين واحد الاسباب تتركها تصعد وتتركها تنزل. هو في العموم راهم متفاهمين كاع على ثمن، تقريبا ثمن واحد. اليوم في هذا الفيديو راح نتكلم لكم على الراتب، نتكلمكم على النظام تاع المداومة، مثال نظام العمل ونظام العطل، نظام المداومة ونظام العطل. مثال كم تعمل في الشهر من يوم وكم. نبدأ لكم أحسن نظام هو عندنا هنا في البلد، وتقريبا كاين تقريبا كل البلدان يعملوا بهذا النظام، هو نظام 4x4. احنا نقولوا له كات كات، ليس كات كات دفع رباعي، راني أخطأت في واحد الموضوع مرة قلت دفع رباعي. نظام 4x4. واش معنى نظام 4x4؟ حسب ما اعرف انا، باش ما نكونش مخطئ معاكم، حسب ما اعرف نظام 4x4 معناتها 4 اسابيع عمل او 4 اسابيع عطله، معناتها شهر عمل وشهر عطله. او بمعنى اخر، عندما تعمل 4 ايام تجمع 4 ايام عطله. فهمتوا؟ صبروا قليل نكمل هذه العمليه. قلت لكم هذا النظام تاع الدفع الرباعي تاع اسمحوا لي نبلعني باش نضحككم فقط. نظام تاع 4x4 كات كات، فيه من ياخذ اجر ثابت. مثال كي تولي الاجر تاعك، كما نقولوا احنا الراتب تاعك، الشهر اللي في العمل والشهر اللي في العطله نفس الشيء، ما يتغيرش. وكاين اللي اجره مضاعف، مثال لا ياخذ عطله، هذاك الشهر اللي ياخذ عطله يزيد يعمل، ياخذه مضاعف. فهمتوا؟ ياخذه مضاعف. مثال هو الراتب تاعو 6 ملايين واللي ياخذ 12 مليون، ولا الراتب تاعو 7 ملايين ونص واللي ياخذ 15 مليون في الشهر، وراه ما ياخذش عطله. ان اراد ان ياخذ عطله يبحث عن بديل، وذاك البديل هو اللي يدفع له هو الثمن تاع الراتب تاعو. مثال مثل واحد عمل عنده 10 ايام، مثل انا قاعد رافع ما عنديش عطله، انا ابحث عن البديل، ونقول احنا رومبلاسو مؤقت، بديل مؤقت، يعمل 10 ايام او 5 ايام او 20 يوم او شهر او، وبعد ذلك انا اعطيه الثمن، ما يعطيهش صاحب رافع الثمن. وكان اللي يظن بلي هذيك، باش نصحح لكم واحد المعلومه، الناس انا كنت قبل ان ابدا في هذا الموضوع تاع الرافعات والعمل، كنت اظن انه هذاك الشهر راه عطله، لكن هو ليس شهر عطله، هو شهر نقولوا له بالفرنسيه ريكوبيراسيون، شهر انت راك جمعته في وقت العمل. مثلا انت راك عملت 12 ساعه، في ديك 12 ساعه راك عملت كما نقولوا احنا 8 سوايع اضافيه، هذيك 8 سوايع اضافيه هي اللي تجمع بها في 4 اسابيع او في شهر كامل، وانت تعمل في ذات النظام تجمع شهر عطله. انت تظن نفسك انه عطله، باش نصحح المعلومه، راه ماشي عطله، هي راه ماشي عطله. العطله هي في الدوله، عندنا الدوله عندك في العام عندك 42 يوم اظن،
42 يوم في السنة، في السنة عندك 42 يوم عطلة. الشركات يعطوك هذه 42 يوم عطلة، يعطوك إياها في 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 نهاية العمل تاعك كامل. مثال في عندما تخرج، مهم يجتمعون ذلك الأيامات، أو يعطيهم لك ريكيبيراسيون كذلك، تصبح أنت تسال الشركة ذلك الأيامات تاع العطل. مهم يهمناش، نحن نتكلموا عن النظام تاع العطل، النظام مدوما. قلت لكم كان اللي يعمل 8 ساعات فقط، وكان اللي يعملوا 6 ساعات، ويعملوا شهر بشهر حسب الشركات. مهم حسب الشركات وحسب المناطق تاع العمل. مثلا كي نقول لكم 12 ساعة، راها مناطق فقط، راهم يعرفوا الجماعة اللي يسمعوا في هذا. أنا في الحقيقة ما عملتهاش، عملتها مرة واحدة فقط 4 أشهر، ولحد الآن ما عملتش النظام تاع، عملته حوالي عام. عملت في أماكن 12 ساعة، وعملت في أماكن 8 ساعات فقط، ويوجد أماكن 6 ساعات فقط. مهم حسب الأماكن، كما نقولوا احنا تو زهرك، ويوجد أماكن تعمل فيهم عمل ترافاي فورسي كما نقولوا احنا، عمل مجهد، وكاين واحد الأماكن تعمل فيهم عمل غير مجهد كما نقولوا احنا فيك سوندا فيكس، يقولوا لها دي تيام سوندا فيكس، معناتها انت تعمل في 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 الحفارة، لكن باقي ثابت في ذلك المكان، ما تنقلش. هما اللي يتنقلوا، مثال ينقلوا الحفارات، مثال الحفارة كي تنهي المهام تاعها في الحفر تنتقل من مكان لمكان، هذوك تقريبا هما اللي يعملوا العمل المجهد، فهمتوني؟ المهم راني كملت العمل، راني غيرت مكاني باش تلاحظوا جيدا وتسمعوا ان شاء الله. نقرب راه ما عنديش المبرد والله، شوف راني نخلق في هذه علاش لكم باش تسمعوا جيدا. المهم النظام 4-4 تقريبا تكلمنا عليه، نعاود نفهمكم باختصار، راه كاين مبتدئين اللي يعرفوا ما يعرفوش هذا النظام، مش ما يعرفوش يسمعوا به، لكن ما يعرفوش التفاصيل تاعو. تعمل 4 أسابيع بأربعة أسابيع، معناتها كل ما تعمل في أسبوع 7 أيام عند تجمع 4 أيام، يعني تعمل 4 أيام أسبوع تجمع أسبوع عطلة، كات، معناتها كل ما تعمل 4 أيام عندك 4 أيام عطلة، تجمع عطلة. قلت لكم كالي الأجر تاعو ثابت، الشهرية تاعو ثابتة، كيما يعمل عطلة كيما يخرج يعمل كيما يكون في العطلة. وكاين اللي غير ثابت، كي يولي عامل ثمن أجر، وكي يخرج عطلة أجر، ينقص له الأجر، حسب مفاهمة. المهم، وكاين اللي العكس يبقى ثابت لكن ينقص قليل، لأن فيها كرامات والله كيما نقولوا احنا امتيازات. المهم لا علينا، ما ندخلش في التفاصيل تاعها. هذا نظام قلت لكم الدفع الرباعي كات اللي نعرفوه كاع كامل. الراتب تاعهم يتراوح ما بين 4 ملايين، وما انا سمعت بلي 3 ملايين ومش متاكد، 3 ملايين ونص شهر بشهر، 4 ملايين ونصف، حتى كاقصى حد 16 مليون. 16 مليون انا سمعت واحد يقود في رافعه كبيره، اظن انها 400 ولا 500 طن، لكن حالات نادره. المهم يتراوح فيها الثمن بالاورو من 250 اورو حتى ل 800 اورو كاقصى حد، وما هذه 800 اورو لا توجد كثيرا. المهم هذا النظام كات خلاص تكلمنا عليه. يوجد نظام اخر، نظام 6-2. 6-2 واش معناتها؟ معناتها 6 اسابيع عمل واسبوعين عطله، او 6 ايام عمل تجمع فيهم يومين عطله، معناتها كل ما تعمل 6 ايام تجمع يومين، كل ما تعمل 6 ايام تجمع يومين، في الست اسابيع تجمع اسبوعان فقط. هذا نظام يوجد كثير من الشركات يعملوا هذا النظام، لكن ليس جيد. كاين خواص كذلك يعملوا بهذا النظام، انا بالنسبه لي ليس جيد. تعمل 6 اسابيع ب 45 يوم، وفي ديك 45 يوم ممكن يزيد يمسكك هذا صاحب الرافعه وما عندكش البديل، ممكن تصل حتى ل 50 يوم، ممكن حتى ل 60 يوم. هذه واقع، تجمع فيه يومين عطله. كذلك كاين اللي فيه الراتب ثابت، وكاين اللي فيه الراتب متغير. مثال في الراتب الثابت، عندما تكون عطله في ديك الاسبوعين، عندك اسبوعين تاع عطله واسبوعين راك عملتهم قبل في الشهر الماضي، خاطرش راك عملت 45 يوم شهر عمل، و15 يوم عمل داخله في الاسبوعين، معناتها عملت اسبوعين واسبوعين عطله. وكذلك اسبوعين عطله ديك راك جمعتهم من، معناتها ما كانش العطله، معناتها باش تفهموا هذه راها مش عطله، هذه راها ريكيبيراسيون بالعربيه، نسيت واش اسمها، هي الايامات اللي جمعتها، ما لا عطله لا والو، هذيك راه الايامات اللي جمعت، يكون فيها اجر ثابت
وكاين لي اجر متغير. الاجر المتغير واش يجي فيك 15 يوم عمل، ودوك الاسبوعين يعطوك الاجر القاعدي فقط، ما ندخلوش التفاصيل تاعه. هذا نظام ما يعجبنيش انا، وتقرب فيه الايامات ياسر. كاين كذلك كاسيس 3، تعمل 45 يوم وعطلة 21 يوم، كذلك تستطيع ان تقول تعمل 6 ايام في 6 ايام، عندك 3 ايام تجمع 3 ايام عطلة، او تعمل 6 اسابيع في 6 اسابيع تجمع 3 اسابيع عطلة، او 45 يوم و21 يوم عطلة. المهم ما ندخلش التفاصيل تاعها. كذلك اللي فيها اجر، كاين اللي فيها اجر ثابت واجر متغير حسب المفاهمة. وكاين 5-3، 5-3 النظام اللي نعمل فيه انا في الشركة تاعنا. 5-3 قبل كان 6-2، 6-2 الان الحمد لله راه 5-3. وممكن سمعنا باللي راح نغيروه يديروه 4-3، معناتها شهر ب 21 يوم. هذا الاجر فيه ثابت، قبل ما كانش ثابت. احنا عندنا في الشركه ما كانش ثابت، كان ناقص، كي تكون لي عطله ينقص، والان الحمد لله ثابت. كذلك في الخمسه ايام عمل عندك تجمع 3 ايام عطله، معناتها في 5 اسابيع عمل تجمع 3 اسابيع عطله. كذلك فيها اللي اجره ثابت وغير ثابت. وكما قلت لكم هذيك العطله راه مش عطله، راك جمعتها ايامات عمل باش تكون في حساب. كان نظام 4-2، شهر عمل ويومين واسبوعين عطله. كذلك نفس الشيء في ذيك الاربع ايام، في كل اربع ايام عمل تجمع يومين عطله، او كل اربع اسابيع تجمع اسبوعين عطله. كذلك فيها اجر ثابت، وكاين اللي فيها اجر متغير، وكاين 2-2، 15 يوم عمل و15 يوم عطله. هذا اخر نظام سمعته انا، 15 هذو كاع سمعتهم هذه الانظمه. ويبقى 7 ايام، و7 ايام ولا يومين بيومين ولا 3 ايام 3 ايام، هذاك سمعت انا في العمال تاع الامن فقط. المهم على العموم راني تقريبا فهمتكم في النظام هذا تاع العمل تاع العطل. وكاين حسب الشركات وحسب العقد، راك تجدها في العقد. مثال احنا في العقد عندما تمضي العقد تجد 45 يوم كاقصى حد، يجدوك اسبوع، يجدوك من 35 يوم يجدوك اسبوع، اقصى حد عندك 45 يوم، معناتها قانونيا يشرطوا عليك انك تزيد اسبوع ان لم ياتي البديل. فوق الاسبوع تستطيع ان تذهب، هذه قانونيه. وهنا من حين لاخر تزيد حتى ال 50 يوم 55 يوم. المهم راني قلت لكم انا على انظمه تاع العمل، ممكن كذلك العمال يسمعوا هذه الانظمه في دول مجاوره. ليبيا هاني نزيد اخ الكريم، خاصه في ليبيا هاني ما نسيتش ليبيا باش ما تزعفش مني. ليبيا، تونس، انا شفت انا متتبعين تاع تونس قليل، والدول العربيه راهم والله المغرب ومصر والعراق هما اللي راهم الاولين في المتتبعين. المهم راه الموضوع مش منتشر جيدا، احنا ان شاء الله ماذا بينا ينتشر باش تعمل فائده فقط، ماش نبحث على شيء اخر. ماذا بهم يقولوا لنا الانظمه تاعهم ماذا يعملون، فهمتوا الانظمه تاعهم والراتب. احنا رانا قلنا الراتب، ورانا الان تكلمنا على الانظمه، وكل شركه كيفاه القانون تاعها، القوانين تختلف من شركه لشركه. وتقريبا الشركات فيها الجيده وفيها الممتازه، ما كانش الممتازه لا يوجد، نادرا ما تجي الشركه ممتازه. وقلت لكم هي تدخلها فيها معارف، معرفة ثانية جيدة مش غير معرفة بمسجل. ويوجد كذلك قلت لكم حظ واحد تاع الزهر ومكاتب الله، انك تعمل عند الخاص سنوات ومن بعد ديك الشركة اللي كنت مستأجر لها مثال تعمل عندها، هما شركة أجنبية، هما بعد ما يحتاجوا عمال يأخذوك. هذيك ثاني نعرف كثير دخلوا بهذه الطريقة. والرشوة سمعنا عن الرشوة لكن لم نراها بعيننا، الرشوة سمعنا عن الرشوة، وهذا الموضوع ما نتكلموش عليه، راه حوايج خاصة الله يسهل كل واحد بينه وبين خالقه. المهم راه الفيديو اتى طويل، وان شاء الله باذن الله تبدا تاتينا التعليقات، وكل دوله يعطونا الانظمه تاعهم باش تعم الفائده والناس تفهم قاعد فرالمان الشيء يمشي في هذا المجال. وراه من اشتكوا دول تاع مصر، دوله مصر اشتكت الجزائر، كلهم اشتكوا موضوع هذا تاع الرافعات. وحقيقه راهم مقصرين في الثمن كثير، وقلنا وتكلمنا على الاسباب اللي تصعدوا وتنزلوا، وتقريبا راهم يتفاهموا كاع هما على ثمن على راتب واحد، وراها هي فيها المخاطر. وان شاء الله باذن الله الله يعطيهم، يعطي لهاد الناس اللي راه تعمل بهذا الجهد ويعطيهم حقهم. نتمناو انهم ياخذوا حقهم، والناس اللي راه في نفسه ولا صاحب الرافعه اللي راه في نفسه انه يبخل صاحب الرافعه، راه ربي يجيبها له، ما تعرفش كاع وقت تجي، ما الله يحفظ يستر تجي في الماتريال ولا تجي فيه. مثال انا لست ادعو الله لهم، لكن انا راينا باللي الناس كيجيبوا ناس مبتدئين او ناس باثمان قليله يقلبونهم الرافعه، ترى رافعه
الثمن تاعها حوالي 12 مليار ل 13 مليار من اجل انت مليون ولا زوج ملايين تصبح الرافعه هذه في كارثه. ولا المهم ما نتكلموش على هذه الاشياء، ذكر ربي سبحانه هو العادل في هذه الاشياء. واسمحوا لنا على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله.